مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم الى هذا العدد الجديد من برنامجكم صدى الاقلام، ونرصد فيه ابرز ما كتبت الصحف العراقيه والعربيه والدوليه، ولكن بعد جوله في اهم العناوين. في المدى، طبيب غرمت بمئة ألف دينار وأنا أحارب كورونا. في الشرق الأوسط، صحة العالمية، كورونا أبعد ما يكون عن الانتهاء في آسيا. في العرب اللندنية، عبد المهدي يغذي نظرية الانقلاب على حكم الشيعة للبقاء في منصبه. في عربي 21، باتريوت أمريكي بالعراق، ضوء أخضر من مسؤولين ببغداد. في القدس العربي، اتساع رقعة تدابير العزل عالميا وارتفاع عدد ضحايا كوفيد 19. في العربي الجديد، واشنطن تشرع في نشر منظومة باتريوت في العراق. وفي كتابات، العثور على طلبات العراقيين للإعانات وقطع الأراضي في مقالب القمامة. ومن العناوين إلى ما اخترنا لكم من مقالات، والبداية في هذا المقال المنشور في صحيفة العربية الجديد، وجاء في مطلعه: لم تكد تمضي ساعات قلائل على تكليف الرئيس العراقي برهم صالح النائب عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة خلافا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، حتى سارعت قوى وأحزاب سياسية شيعية إلى إعلان رفضها هذا التكليف. حول تكليف الزرفي كتب إياد أدليمي مقاله المنشور في صحيفة العربية الجديد، نتابع. تدرك طهران جيدا أن وضعها الداخلي بالإضافة إلى تفشي وباء كورونا، ناهيك عن وضعها الدولي، أسباب جعلت موقفها هشا في ساحات نفوذ كثيرة. كما تدرك جيدا أن التظاهرات الشعبية التي انطلقت في بغداد ومدن عراقية أخرى في أكتوبر تشرين أول الماضي زادت من تعقيدات وضعها في العراق، ناهيك طبعا عن اغتيال واشنطن ذراعها القوي الجنرال قاسم سليماني والذي كان يتحكم بخيوط المشهد السياسي في العراق، وقد أدى غيابه إلى تمزق كثير من تلك الخيوط وانقطاعها. وقد جعلت كل هذه الأسباب إيران تشعر بالضيق من تكليف الزرفي، فهي ترى أن من أهم مكامن قوتها في العراق الميليشيات المسلحة التي تناور من خلالها إيران وتشاغل الولايات المتحدة، ويتعرف جيدا أن شخصية الزرفي لن تحافظ على وجود هذه الميليشيا، وبالتالي فإن غياب القوة العسكرية التي كانت تتمتع بها إيران من خلال الميليشيات سيعني خسارة نفوذها الأهم. وبحسب مصادر خاصة، لم يدخر عدنان الزرفي جهدا في سبيل الوصول إلى هدفه المرحلي الظفر برئاسة الوزراء ونيل الثقة المطلوبة، ولذلك فتح خط اتصال سريا مع السفارة الإيرانية في محاولة لتلين موقفها الرافض تكليفه، وربما سينجح في ذلك، وخصوصا أن إيران تدرك أن الوقت ليس في صالح أحد. يقول الكاتب في مقاله أيضا: في حال قدم الزرفي وعودا لإيران وأمريكا ومرت وزارته، هل سيكون قادرا على مواجهة الغضبة الأمريكية المسلحة التي يبدو أنها تشتد في مواجهة الميليشيات المسلحة والمدعومة من إيران؟ لا أعتقد ذلك، وأيضا لا أعتقد أن الزرفي إذا مر سيتمكن من حصر السلاح، أي سلاح الميليشيات، ليكون فقط بيد الدولة ولا حتى حمايتها من الغضب الأمريكي الذي يبدو أنه قادم لا محالة. الآن أنتقل وإياكم إلى مقال منشور في صحيفة القدس العربي، وجاء في مطلعه: إن مسؤولية حماية حياة المواطنين جميعا بلا استثناء تقع على عاتق الحكومة مهما كانت الظروف، وتمتد المسؤولية في حالات معينة كالتي يعيشها العالم حاليا، وكذلك تمر بها الحكومات والأنظمة في مختلف دول العالم. إلى جانب ذلك، تقول الكاتبة هيفاء زنجنة: إن على المجتمع الدولي مساعدة العراق ضد حكومته. هذا جزء من مقال لهيفاء زنجنة منشور في صحيفة القدس العربي، نتابع جزءا من المقال الآن.
في العراق الزمن متوقف بالنسبة إلى عموم الشعب بمنتفضيه المستمرين بمطالبتهم بالوطن وسذجه المتباكين على الماضي السحيق، لكن بشكل خاص بالنسبة للنازحين والمهجرين والمعتقلين، إنهم المنسيون المهددون أكثر من غيرهم قبل انتشار الكورونا وأثنائها، حيث سجلت أول حالة إصابة بالفيروس في مخيم للنازحين في دهور في كردستان، وتتزايد المخاوف بصدد النازحين المعرض حياتهم للخطر أصلاً بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة ومتطلبات السلامة الصحية والتعرض للطقس البارد وإصابة الأطفال والنساء بأمراض جلدية ومزمنة. بإمكان المجتمع الدولي أن يفرض الحجر الاقتصادي على الحسابات المالية واستثمارات ساسة الأنظمة الفاسدة كالعراق الموجودة خارج البلد وتوفيرها لمجالس طبية تمثل شعوب العالم تستخدمها لشراء الأجهزة الطبية الضرورية لشفاء المواطنين المصابين المعرضين للموت في ظل ادعاء الساسة الفاسدين عدم توفر الإمكانات المادية. وإذا كان النظام يتحجج حاليا بانشغاله بحماية المواطنين من الفيروس فإنه لم يفعل الكثير لمساعدة وحماية المواطنين قبله، بل اتبع سياسة جعلتهم يفضلون العودة إلى المخيمات بعد إجلائهم قسريا منها. وتتابع هيفاء زنقنة في مقالها: بإمكان المجتمع الدولي أن يفرض الحجر الاقتصادي على الحسابات المالية واستثمارات الأنظمة الفاسدة كالعراق هذه الاستثمارات الموجودة في الخارج على حد قول الكاتبة، وأضافت عليهم توفير مجالس طبية تمثل شعوب العالم وتستخدمها أي تستخدم هذه الحسابات المالية لشراء الأجهزة الطبية الضرورية من أجل شفاء عموم المواطنين المصابين المعرضين لخطر الموت في ظل ادعاء الساسة الفاسدين عدم توفر الإمكانات المادية. الآن إلى مقال جديد منشور في صحيفة العرب اللندنية وجاء فيه: كارثة كورونا وانهيار أسعار النفط وانشغال النظام الإيراني بمصائبه، إنما هي عوامل قوة تضاف إلى قوة المنتفضين وعوامل ضعف آخر كبير جدا يضاف إلى ضعف أحزاب السلطة وميليشياتها. العراقيون وحدهم من يحررون أنفسهم من الظلم. مقال الكاتب إبراهيم الزبيدي منشور في صحيفة العرب اللندنية. يكاد المحللون والمراقبون يجمعوا على أن فيروس كورونا العابر للعراق من الجارة إيران، والذي ساعدت على انتشاره جهالة رجال الدين العراقيين والإيرانيين الذين يتوهمون بأن صلاتهم وحدها كافية لمنعه من إصابة أحد أتباعهم بسوء. هو الوحيد الذي أسعد أحزاب السلطة وجعلها تظن بأنه ساعدها على إعادة المنتفضين إلى منازلهم نهائيا وبلا رجوع. أما نحن ومن خلال فهم التحول العميق الذي حدث في مزاج الشعب العراقي فنؤمن بيقين بأنها ليست سوى استراحة محارب مؤقتة ووقفة قصيرة، وستغص بهم شوارع الوطن وساحاته فور انتهاء خطر فيروس الكورونا المميت. فالذي ينبغي التذكير به هنا هو أن هذه الجائحة أربكت الحكومة العراقية وأضافت إلى فشلها فشلاً وإلى تفككها مزيداً من التفكك، وجعلت إسقاطها أسهل وأسرع، خصوصاً وأن كورونا نفسها قد عصفت بالمحتل الإيراني في عقر داره وألقت مزيداً من الضعف والفشل والهزال على ضعفه وفشله وهزاله، وجعلته أكثر عجزاً عن نجدة ذيوله من العراقيين وعن تخليصهم من ساعة الحساب العسير. وهنا يمكن القول بأن كارثة كورونا وانهيار أسعار النفط وانشغال النظام الإيراني بمصائبه وبلاويه إنما هي عوامل قوة تضاف إلى قوة المنتفضين، وعوامل ضعف آخر كبيرة جدا تضاف إلى ضعف أحزاب السلطة وميليشياتها. إبراهيم الزبيدي، إذا لم ينتهز العراقيون المنتفضون هذه الفرص الذهبية مجتمعة واستبدلوا سياسة الدفاع والقتال عن بعد بسياسة الهجوم والمقارعة وجها لوجه بكل ما هو متوفر من إمكانيات وطاقات من جميع الأنواع والأشكال والمستويات، إذا لم يحدث كل هذا فلن تقوم للعراق أي قائمة. الآن إلى مقال منشور في ميدل إيست آي وجاء فيه:
البارونة هيلينا كينيدي وهي محامية ومذيعة وعضوة في مجلس اللوردات البريطاني سلطت الضوء على المخاطر التي يواجهها العاملون الفلسطينيون في القطاع الصحي، حيث كتبت في مقال نشر في موقع ميدل إيست آي أن الضفة الغربية وغزة من أخطر الأماكن في العالم للعاملين في المجال الصحي وفقاً لتقرير أجرته منظمة الأمم المتحدة. كان هناك 3 مسعفين من بين أكثر من 200 استشهدوا خلال 2 من استخدام إسرائيل للقوة المفرطة في مسيرات العودة، وأصيب 845 طبيباً آخر ولم يحاسب أحد على ذلك. وقالت كينيدي إن الهجمات على الأطباء الفلسطينيين والقطاع الصحي الأوسع ليست بالأمر الجديد، مشيرة إلى أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في صيف العام 2014 قد أسفرت عن استشهاد 23 عاملاً في مجال الصحة، كما تضررت أو دمرت سيارات إسعاف و17 مستشفى و56 مركز رعاية صحية. وقد دفعت الغارات الإسرائيلية التي خلفت الموتى والدمار إلى إجراء تحقيق مختلف من قبل الأمم المتحدة، لكن الاستنتاج كان مألوفاً للغاية. هناك معلومات جوهرية تشير إلى الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي، والتي ترقى إلى جرائم الحرب. ووفق بحث أجرته المؤسسة الطبية للفلسطينيين، استنتج أنه لم يتم دعم الحماية الطبيعية للمستشفيات والعاملين الطبيين بموجب القانون الدولي في فلسطين المحتلة. وأكد البحث أن الإفلات من العقاب هو جزء من السياسة الإسرائيلية، حيث تعامل القضاء العسكري الإسرائيلي المزعوم بهذه السياسة مع كل الجنات ضد المستشفيات وأطقم سيارات الإسعاف، ولم يتم مقاضاة أي أحد، وهذا أدى بالطبع إلى تأجيج الهجمات المتكررة على العاملين الصحيين في غزة خلال مسيرات العودة. في تقرير ميدل إيست آي جاء أيضاً يكافح الكثير من الأطباء العاملين في المجال الصحي في كل مكان من أجل احتواء فيروس كورونا، ولكن كفاح الأطباء في الضفة الغربية وقطاع غزة ضد الفيروس لا يشبه أي كفاح في أي بقعة موجودة في هذا العالم مترامي الأطراف، وذلك بسبب استمرار همجية كيان الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني حتى في هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها العالم، لدرجة تحويل عملهم النبيل إلى مهمة خطيرة. الآن إلى المقال الخامس ومنشور في صحيفة لوموند الفرنسية، وجاء فيه إن التدابير المقيدة للحريات التي اتخذتها الحكومات الأوروبية في مواجهة فيروس كورونا غير المسبوقة باتت اليوم أكثر تثير القلق. حظر التجوال ومنع الخروج من المنازل دون تصاريح وتحديد مواقع الناس، إلى جانب استخدام المروحيات لتعقب المخالفين. المزيد في سياق المادة الصوتية الآتية. توقفت لومون عند حالة القلق المتزايد لدى المدافعين عن حقوق الإنسان من الاستخدام الواسع وغير المسبوق للتقنيات الحديثة، مشيرة إلى مقال نشر يوم 20 مارس آذار الجاري في صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تحت عنوان العالم ما بعد فيروس كورونا. قرارات كان اتخاذها يتطلب سنوات من النقاش والجدل في الأوضاع العادية، تم اعتمادها في غضون ساعات، واستخدمت تقنيات بالغة الخطورة لأن عدم التصرف في هذه الظروف يشكل مخاطرة أكبر. وعدت الصحيفة الفرنسية نماذجا من التدابير الصارمة التي اتخذتها أغلب الحكومات الأوروبية في مقابل تردد بعضها الآخر في تشديد الإجراءات. ففي هولندا فضلت الحكومة عدم فرض تقييد شامل على الحركة حفاظا على الحريات الفردية من ناحية، ولصعوبة فرض احترامه من ناحية أخرى. وعلى النقيض من ذلك ذهبت الحكومة البلجيكية برئاسة الليبرالية صوفيا ويلمس بعيداً واتخذت قراراً بتسيير البلاد ودون المرور بالبرلمان. أما في إسبانيا التي تواجه وضعية دراماتيكية فلا يبدو الوقت مناسب للخوض في هذا النقاش، كما هو الحال في إيطاليا التي لا أحد فيها يحتج على نشر الجيش في الشارع وتزويج شركات الاتصال الحكومة بمعطيات عن حركة الناس في الشوارع.
في صحيفة لومون جاء أيضا إن أغلب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باعتمادها حالة الطوارئ الصحية ضمن إجراءات قصوى توازي تلك التي اتخذتها الصين التي استخدمت تقنية التعرف على الوجه لفرض احترام حظر التجوال. ترى الصحيفة بذلك أن هذه التطلعات أو هذه التصورات تكون قد وضعت الحريات الأساسية في الديمقراطيات الأوروبية على المحك. الآن إلى المقال السادس ومنشور في صحيفة عربي 21 وجاء فيه: إذا كنت ممن يقرؤون الجملة الأولى من المقالات فالسيناريو الأخطر هو انهيار الدولة وعودة المجتمعات لعصر ما قبل الدولة، ولكنه سيناريو يمكن تجنبه لو التزم الناس بإجراءات منع العدوى والتباعد الاجتماعي. مقال للكاتب فراس أبو هلال، منشور على موقع عربي 21. المزيد في سياق المادة الصوتية الآتية: ما تخشاه الحكومات ولا تعلنه هو أن انتشار المرض بطريقة أفقية في أسوأ الأحوال قد تصل لنسبة 60 إلى 80% من البشر، سيؤدي بلا شك إلى انفجارات اجتماعية قد تؤدي لانهيار الدولة تلقائيا. لنتخيل السيناريو الأسوأ وهو إصابة هذه النسبة بالمرض، ولتسهيل الأمر دعونا نأخذ أي بلد يعيش فيه 100 مليون مواطن، وفي هذه الحالة سيصاب 60 مليون إلى 80 مليون بالفيروس. إذا حصل هذا السيناريو سيلجأ الناس لأساليب ما قبل الدولة للحصول على حقهم في العلاج، وسيمارس العنف ضد الأطباء والممرضين والطواقم الطبية، وسيخشى هؤلاء من ممارسة عملهم، وستعجز الشرطة والأمن عن إعادة الأمور إلى نصابها، وسيختل الأساس الأهم لتأسيس الدولة الحديثة وهو احتكار العنف، لأن الدولة ستصبح عاجزة عن أداء واجباتها، وهذا السيناريو سيرفع نسبة من سيموتون بالمرض والتي تتراوح الآن ما بين 2 إلى 10% إلى أضعاف لا يعلمها إلا الله. تخشى الحكومات من إعلان هذا السيناريو لمنع إثارة الذعر، وهي محقة في ذلك، لكنها في نفس الوقت تضغط لتطبيق التعليمات والإجراءات التي لا يستطيع الكثيرون تفهم أسبابها. يتابع فراس أبو هلال في مقاله المنشور في صحيفة عربي 21 قائلا: إن السيناريوهات الأسوأ يمكن تجنبها وتجاوزها في حال استجاب المواطنون في مختلف دول العالم إلى الالتزام بالحجر الصحي المنزلي. وأضاف أيضا ضرورة الابتعاد عن الإغراق في تفاصيل المؤامرة لدرجة تمنع التركيز على محاولة منع انتشار الفيروس والامتناع عن التصرف، وكأن عدم الاستجابة للقرارات الحكومية هو تمرد ورجولة، فالتمرد هو برفض الظلم والفساد والاستبداد وليس برفض الإجراءات التي تحمي الناس وتصون البلاد. من أجل التقاط عدة صور لطفل لم ينهي بعد ربيعه الأول، تحتاج السيدة الفلسطينية دعاء إشتية إلى ما لا يقل عن ساعتين. وتمتلك إشتية استوديو خاصا بتصوير الأطفال حديثي الولادة، وحققت نجاحا كبيرا في هذا المجال، حيث أصبحت من أشهر مصوري مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. لكن هذا النجاح يخفي كثيرا من الألم، فزوجها معتقل لدى سلطات الاحتلال الصهيوني، فيما يعاني طفلها مرض التوحد. وتقول إشتية للأناضول عقب انتهاء جلسة تصوير لطفل حديث الولادة في استوديو افتتحته قبل بضعة أشهر بمدينة نابلس، تقول إن معاناتها الشخصية كانت دافعا لها لتحقيق النجاح. الآن نلقي نظرة وإياكم على كاريكاتير اليوم.
مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في حلقة هذا اليوم من برنامجكم صدى الأقلام. دمتم دائما في رعاية الله.